أحسنت يا أطمعي، لقد أمتعتنا الليلة بما رويت لنا من أشعار العرب وأخبارهم، وإني أريد أن أكافئك، فانظر ماذا تريد. أريد أن ينعم علي الخليفة بجوهرة وعباءة لطيفة. ها؟ هذا فقط كل ما تريد؟ والله لئن طلبت ملأها ذهبا لأعطيناك. لك ما تريد يا أطمعي. انظري يا زوجتي الحبيبة ماذا أهدى إلي الخليفة، إنها من الذهب الخالص. لابد أنها تساوي مبلغا كبيرا. نعم إنها تساوي الكثير، خاصة وأنها هدية الخليفة، سوف أحفظها في هذا الصندوق. هل تتركها لي أتزين بها؟ هل هذا معقول؟ إنها جوهرة ثمينة وقد تتعرض للسرقة أو الضياع. فلماذا إذن أحضرتها؟ ألم أقل لك إنها هدية من الخليفة؟ سوف أحفظها عند جارنا التاجر. أريد أن أحفظ عندك هذه الجوهرة الذهبية، فإنها ثمينة جدا، وإني كثير الأسفار كما تعلم، وأخشى أن يسرقها اللصوص من بيتي، لكنها ستكون في أمان عندك. يا لها من جوهرة ثمينة، لم أرى أبدا في جمالها وروعتها. لا عجب في ذلك، فهي هدية من الخليفة. سوف أحفظها لك يا صديقي، فلا تقلق عليها. جزاك الله خيرا يا صديقي، أراك على خير إن شاء الله. سأذهب إلى جارنا التاجر لأحضر الجوهرة. كيف ذلك أيها الرجل؟ لابد أنك تمزح. إني آسف جدا يا صديقي، فهذا ما حدث بالفعل. لقد خبأت الجوهرة الذهبية عن أعين اللصوص، لكني لم أستطع أن أحميها من الفئران، فقد أكلت الفئران الجوهرة. وهل تظنوني أصدق هذه الحكاية العجيبة؟ تصدق أو لا تصدق، هذا ما حدث، وليس لدي ما أقوله لك أكثر من هذا. حقا إن للفئران أنيابا حادة، ولن يستعصي عليها أن تأكل الذهب أو الحديد. أشكرك يا صديقي، وأحب أن تتناول الطعام عندي غدا إن شاء الله. هذا كرم عظيم، ولا يسعني إلا أن ألبي دعوتك، فمائدتك عامرة دائما بأطيب الطعام والشراب. هل فعلت ما طلبته منك يا زوجتي العزيزة؟ إنه الآن يلهو مع الأبناء داخل الدار. أكل طعامكم الأبرار، لقد أكلت كما لم آكل من قبل. أنا الذي أشكرك على تلبية دعوتي، فقد حققت لي أمنية غالية بحضورك يا صديقي. أنت هنا يا صديقي، لقد ذهبت إليك في بيتك فلم أجدك. ساعدني ساعدني يا صديقي، إنني لم أجد أحدا غيرك ليساعدني. خيرا، ماذا حدث؟ لقد اختفى ولدي، فبعد أن عدت من عندك بحثت عنه فلم أجده. لم أشأ أن أخبرك، فقد كان أمرا رهيبا رهيبا. ماذا حدث؟ أين اختفى ولدي؟ لقد رأيت نسرا ضخما يهبط إلى الأرض ويخطف ولدك. هذا أمر مستحيل،
كيف يستطيع النسر أن يخطف غلاما بحجم ولدي؟ لابد أنك تمزح. فكيف إذا تريدني أن أصدق أن الفئران تأكل الذهب؟ لقد غلبتني يا أصمعي، رد إلي يا ابني وسوف أحضر لك الجوهرة. والله لا أعود إلى ذلك أبدا. فيجب علينا أن نحافظ على حقوق الآخرين كالمال والأسرار والودائع وغير ذلك، وألا نتهاون في أدائها، لأن الإسلام أمرنا بهذا، والله تبارك وتعالى يحب عبده الأمين، كما يجب علينا أن نحذر من غير الأمين ولا نصدقه فيما يقول ولا نترك عنده الودائع والأمانات.